وعليكم السلام ورحمة الله غزلان. ما كاين مشكل، مرحبا. ان شاء الله عندنا ساندويتش ان شاء الله، وعندنا اقتراحات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بهم. واخا عندي ساندويتش ان شاء الله كنحتاجوا ليه 250 غرام ديال دقيق فول ونص ربع ديال الفينو، معلقه ديال حليب بودرة، معلقه ديال زيت روميه، وشويه ديال سنيده وشي ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال خميره العجينه الخميره الفوريه. كنعجنوا هادشي بالماء، كتجينا شويه العجينه مخوفه، كنخليوها ترتاح واحد ربع ساعه ولا نص ساعه هكذاك. فاش كترتاح لينا كنديروها على شكل باكيت صغارين، كنطلقوهم واحد شويه ونديرهم في اللاطة، كنفلحهم بالموس هكدا واحد ثلاثة تفليحات من الفوق، كنشدو واحد المعلقة ديال الحليب غبرة، وواحد المعلقة صغيرة ديال الماء، وواحد شوية ديال القهوة سريعة الذوبان، كنخلطو هادو وكندهنو بهم هادوك الباكيت اللي عندنا الصغارين، كنخليو حتى كتخمر لمدة واحد نص ساعة أخرى كتخمر لينا. الفلان كيطيبو عاديين. اييه واخا. فاش كيطيبو كنخليهم جانبا، كنمشيو دابا كناخدو واحد القرعه خضراء، كنقطعهم شرائح رقاقين، كنسطهم في شويه ديال زيت بلديه وشي مليحه وشي دبزار حتى كتهبط لينا مزيان هذيك القريعه، كنحيدوها عاوتاني كنقطعو فلفلة، كنقطعو رقيقة هي ونزيدو معاها فلفلة حارة حتى هي كنطيوها شوية في زيت بلدية وشوية مليحة، وعندنا هكذا الكبدة كنطيوها حتى هي ولا ليدان داكشي اللي موجود عندنا ولا كفتة هي اللي متوفر. واخا اللي متوفر كناخدو هادوك الباكيطات ديالنا كنحلوهم من الجنب، كنصفو ديك القرعة هي الأولى وديك الفلفلة عاوتاني فوقها، ونزيدو من فوق من هاديك الكفتة ولا ليباند ولا الكبدة اللي عندنا، المهم نتوفر. صافي كنحطوهم كنعطيهم لوليداتنا تيجيو هائلين هاد الساندويتش هذا. يعطيك الصحة تبارك الله عليك، شكرا. وإذا بغيتي نعطيك إن شاء الله واحد اللوريدات بالطون. واخا ناخذوهم بعد نديرو فاصل. واخا عندنا واحد ربع ديال الطحين، واحد نص ياغورت طبيعي، نص كاس زيت روميه، نص معلقه صغيره ديال الخميره، شويه ديال الملح، شويه ديال السنيده، والماء دافي باش نعجنو هادشي. كنعجنوها مزيان وكنخليوها المهم تكون حتى هي شويه مرخوفه، ما تكونش قاصحه ولا، ونخليوها تخمر. غادي نمشيو للحشوه ان شاء الله. عندنا بصله مشحره وجوج علبه ديال الطون ديال الزيت، واحد البيضه، شويه قزبور ومعدنوس، وواحد جوج فصوص ديال الثومه، وثلاثه ديال الفرماجات متلتين. مفهوم اختي سناء؟ مفهوم. كنشحو ديك البصيله، كنزيد مع ديك القزبر ومعدنوس، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، واللي كيبغي الحار يزيد معاها شويه ديال الشونيه حاره، ودوك الفتيفات ديال الثومه، ونزيدو عليها ديك الفرماجات. كناخدو ديك القوالب الفرديه، هاد العجينه هادي ديالنا كنبلوكوها بالتلاك، كنقطعوها دويرات وكنديرو الحشو لداخل الوسط. كندخلهم للفران، فاش كندخلهم هما كيطلعوا تطلع كتعطينا واحد الشكل بحال شكل وريضة. يعني ما خاصش نديرو كمية كثيرة باش تطلع في هذوك؟ لا ما نديروش كمية كبيرة، وهاد العجينة هادي ما نغلظوهاش بزاف، ما تجيناش غليظة. واخا. وكنديرو ديك الحشو فوق من العجينة
وكان دخل على الفران فاش كتقرب الطيط كان ندير عليها فرماج فرماج محكوك وراه كيجي تاهما زوينين اييه سهلين وخفاف هذه الاقتراحات ان شاء الله ولا انا ان شاء الله راه مرحبا بالبرنامج تبارك الله عليكم الحمد لله بكم شكرا لك بزاف غزلان.